مساكم الله بالخير. لا تنسوا تشتركون وتفعلون زر الجرس ضروري، وإذا عجبكم المقطع تحطوا لي لايك. بسوي معاكم خل الليمون. أول شيء راح أسوي، اللي هو راح أغسل الليمون كويس، بعدين أحطه في زي السطل كذا نفس هذا الجركل، وراح أنقعه ملح وزيت، بعدين أحط به زيت وموية أعبيه ماء وأخليه لمدة شهر. بعد كذا ننتقل للمرحلة الثانية. طبعا هنا بعد مرور شهر تقريبا من يوم نقعناه في موية وملح تقريبا عشان المرارة تروح، هنا جبنا ملح خشن وحطينا عليه كمون خشن وكركم. راح نحشي، راح نجيب نفس الليمونة زي ما الحين تشوفون وراح نقطعها بالنص وراح نحشيها من الداخل. طبعا هو إذا ما في كمون مو بلازم كمون، يعني احنا سوينا نص كمون ونص من دون كمون، وسوينا جزء بارد وجزء حار، يعني سويناه بالفلفل. وعلى حسب اللي انتم تبونه يعني. طبعا احنا ما حطينا فيها موي، لا عصرنا عصير ليمون وحطينا عصير ليمون، يعني هو نفس مخلل الليمون حطيناه بعصير ليمون ما حطيناه بماء أبدا. المرحلة الأولى يوم ما عشان نطلع منه المرارة من الليمون المرارة حطينا ليمون، بعد كذا الموية هذيك خلاص كبيناها ورجعنا عصرنا ليمون عشان نعبيها، نعبي المرتبانات. طبعا هي هذه راح تقعد تحت الشمس 3 أو 4 أيام بعدين راح تكون إن شاء الله جاهزة للاستخدام. بما انه ليمون وملح وزيت كذا فهذه كلها تعتبر مواد حافظة، يعني ما راح ان شاء الله يصير بها شيء. والحين غير كذا انه الجو تقريبا عندنا مو حار، بارد يعتبر. كذا وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى انه عجبكم الفيديو ومع السلامة.